وكيف كيف نفس الشيء بالنسبه لهاد الناس اللي عندهم مشاريع تاعهم، كل خطره يتلاقى شويه يجونا في يوم الاستقبال او كيتلاقاو بهم او المراسله تاعهم، يقول عندي مشاكل في الانجاز في الميدان. انا كي نشوف كيفاش كانت المنطقه من قبل كانت فيها صعوبه حتى لاكس بالنسبه لاكس بالنسبه للتحرك، اليوم مابقاش كاين هذا. اليوم يعطيني السبب اللي ما خلاش ما يطلعش، هذا كان مشكل عند الاداره اليوم وفالوريك، كان مشكل عنده هو كان قانون يطبق. خاصة بقانون الاستثمار إن شاء الله نمشي بها إن شاء الله. وكنا نشوفوا